التزام ما نقولش شاطر، هذا بعد امكانيه انه يتم توسيع هذه الطائفه لتشمل المواكب الجنائي بصفه عامه. ايضا تبير لابد اننا تكون هناك في حاله اعتماد التوصيه، لابد ان تكون هناك مرحله انتقاليه، تبير مرحله انتقاليه من السيد الممثل للجماعه في هذا الموكب الى غايه تبير المفوض. ايضا كان هناك توصيه قيام زياره بعض المدن ذات تجربه سابقه في هذا الميدان. ايضا رفع متماس للمجلس يقديم تفعيل لجنه مكلفه محاربه التهريب واحتياء العمل وسط مخالفات على مدار السنه. ايضا تحديد موعد القيام معين لجميع المرافق التابعه للموكب الجنائي والاطلاع على اوضاعها. ايضا تشكيل لجنه تقنيه للمواقف وتتبع تضم اعضاء من لجنه المرافق العموميه عضو موظف الجماعه تقوم بمثابه مكتب رئاسه يسعى على معالجه السير المتعطى حاليا داخل السوق ويقوم بتهيئ واعداد شروط تدريب المرافق. المدينه كامله كنقول خاصه نطلبوا واحد المقارنه ديال تسيير هذا المرافق الكامل. ايضا عندي ملاحظه سيد الرئيس، الاخوان طرحوا بانه في اطار اللجنه امكانيه تدبير مفوض، اقول واش ممكن نديروا طريقه ديال التسيير فيما يخص شركه التنميه المحليه. شركه التنميه المحليه اليوم كتهز ليها هي الاجود وهي الانسب، عوض تدبير مفوض اللي هو تفويت واحد المرفق، واحد شرط جزافي ومرفق اللي فيه كيتباع الخضره ربما تغلب في السوق، ربما حتى كمجلس نتحمل المسؤوليه في هذه الاشياء هذه. اذا نقول تدبير شركه التنميه المحليه كيما هي هي الانسب على اعتبار انها تدخل في اطار التدبير التجاري مع القطاع الخاص، ولعلق المجلس عنده واحد راس مال ديال 34%، سكي في اننا غادي نبقاو حاضنين هذا المرفق وعلى بينه والزمام الامور تنطلق للجماعه. من بعد يمكن نفشلوا هذا ربما نشوف شرائح تدبير اخرى، اما الان كنقول انه شركه التنميه المحليه كتبان هي الانسب على اعتبار انه هذا المرفق نبقاو مساهمين فيه سيد الرئيس. ايضا قلت تدبير المفوض اليوم كنظن راه سنوات راه ما يزيد على ربما يقارب 20 سنه وحنا اليوم كنديروا تدبير المفوض، وعندنا واحد المجموع عن التجارب وعارفين المخرجات ديالو ربما مستنفذ حتى سوني بلي الامور ديالو. ما تنقول بان تدبير المفوض دابا بلي الامور الدوله المركزيه اليوم غير في المجال ديال ديستريبيسيون ديال الماء والضوء راه غادي ترجع غادي تسهل لتدبير المفوض وباغي نرجعوا نديروا التوزيع ديال الماء والضوء ديريجي ريجيون. وبالتالي بل بالعكس هاد الميدان اللي كنهضرو فيه حنا التدبير ديال الهرو ولا غيره كنشوف بانه التجارب اللي ناجحه في مجموعه من المدن هي التجارب اللي فيها الجماعه هي اللي كتدبر بشكل يعني بشكل مباشر لهاد المعركه. انا تنقول بانه هاد الموضوع ما خداش وقته كافي ما ربحش نتريثو، ولا بغينا حتى حنا نساهمو يعني في واحد الميم ديال الاكسبيريونس راه كنمشي اكثر في الاقتراح اللي كان سي عزيز هو اننا كنجربو نديرو شي لعبه محليه ديال التسويق التنميه هي اللي تدبر هاد المعركه، والا نطالب بالتسجيل هاد النقطه الى دوره اخرى حتى يكون نقاش يعني مراقبه المرفق المهم. وكنعرفو بان الملايين السنتينات كتضيع على الجماعه في السنه في المرفق، فاحسن حال في انه تدبير المفوض هنا السلطه، لان السلطه المدير الفعلي ديال السوق
جملة هو قيد هو كيمثل السلطة المحلية أو السلطة. سيري يعني كاين الإشكال ديال كيف كنقولوا البروجي المشروع عندهم ما كيتفسر. أنا مع أغلبية عندنا واحد المجموعة تاع الموظفين كانت في بعض الغابات. واش ناسين رئيس 55 عضو في هذا المجلس ما نقدروش ندبروا السوق ديال الدراري ولا في المدينة. راه الناس بعض الموظفين ما كيديروا حتى شي حاجة عقلية. نفس الشيء نخدموا باش نفوتوا المدينة كاملة نفوتوا الشركات. نبيعوا المدينة كاملة نبيعوا الشركات. باش القطاعات اللي هي تطلب منا أننا نمشوا في التدبير المفرط. ولكن بعض المسائل اللي هي تابعة للجماعة هذا الموظفين كيتخلصوا ميزانية كبيرة كيدوها من الجماعة. اليوم غنجيبوا شركة حنا اللي تدبر لنا السوق تاع الجمال وحنا عندنا ما من الأول شنو نجيبوا الشركة؟ غنجي بلادهم. حنا ما عندناش ما عندناش موظفين اللي كيتخلصوا اللي غيمشوا ويسهروا ويجيبوا لنا الفلوس ودخلوا للجماعة. إذا هذا الأمر السيد الرئيس يتطلب أننا نطيطوا فيه ونخلوا هذه النقطة إلى يعني وقت الله من أجل أن نوسع فيها من بعض الأشخاص. كان جي وكان نهضروا يعني بغير على المدينة بطبيعة الحال وما ناقشناش الموضوع في اللجنة. دونك اللجنة المجلس هنا دارت زيارة ميدانية وخرجت واحد التوصية خصنا نمشيو معاها. علاش؟ لأنني كنشوفوا المدن الأخرى لا مراكش لا أكادير لا دارو تصدير مفوض. نجدو غير كمثال هو النقل العمومي. النقل العمومي كانت عندنا الوكالة كنا كنعطوها فلوس من الجامعة ونعطوها فلوس من الداخلية ونعطوها المقر ديال في حلقة الحافلات وهي في الإفلاس. دابا جات شركة جديدة ما عطينا هذا المقر غتخلصو ما غنعطوها لا دعم وغتعطينا المدخول. وشنو النتيجة هي اللي كتصير؟ التدبير المفوض هو الحل الناجح. وكما قالوا الإخوان مدة 20 سنة التدبير المفوض راه عطى الكوب ديالو وعطى النتيجة ديالو. إلا بقينا كنأججوا في هذا الشيء أنا نأججوا. يعني التدبير المفوض هو الحل. شركة التنمية راه كتبقى بحال الجماعة اللي كاينة. حنا كنعرفوا هذا الموضوع ديال التهريب ما غيحل عليه غير التدبير المفوض. لأن هذا السيد غادي يدخل باش يربح وغير واجه التهريب مع السلطة بطبيعة الحال المحلية. واش كان سيدي التدبير المفوض كثير فرص الشغل كبيرة جدا اللي كان غادي يضيع عندنا. التدبير المفوض مع التدبير المفوض رغم ان هناك خصوصية استيراد خصوصية بالنسبة للماء والكهرباء عنده واحد الخصوصية خاصة ما غاديش ندخل فيها غنخش فيها مع شركة المياه المحلية. العكس هو الصحيح. العكس هو الصحيح. دابا اليوم التجاري الفضلة في التدبير المفوض ماشي شركة المياه المحلية. شركة هي باخر عرفت على الطورة حيت واخا كتغير انا واحد ماشي حنا فاش كنا غادي النهار الاول كنتفاوضوا كنترافعوا بخصوص تصفيه الوكاله المستقله للنقل الحضاري مع وزاره الداخليه. حنا كنا غادي نحولوا الى شركه النيل كان واحد التصور بها كيفاش ندمجوا في الشركه. ولكن الذي تبين لنا فيما بعد من خلال النقاشات والحوارات والزيارات وكذا شركه النيل المحليه عموما اليوم كلها مشات تقريبا في الاتجاه انها ما صارتش باش تنجح بالشكل الذي كان يجي. والعكس صح بالنسبه للتدبير المفوض ما راكش اليوم كنمشيو للتدبير المفوض في سوق الجمله. شوف التدبير المفوض هذا الشيء اللي كيقولوا بعض الاخوان بمعنى اننا اليوم خاصنا نقولوا فعلا راه كاين اشكال حقيقي. ما جزء داكشي اللي ذكرتو السي ربيع ديال الموظفين جزء منهم جزء من هذا واقع واش غادي يغيروه حيت سلوكيات الانسان ثقافه النضج وسلوكه و الى اخره يطلب منا الى منظومه حضاريه جديده جدا باش ماشي نفس اليوم على حاله وصحته سيد الرئيس السادة المستشار المستشارين اي يركضون فيه يا اشكاليه ديال الاسواق ديال الجمله اللي ما نطرحهاش غير في السيد الاسود نطرحها في واحد العديد ديال المدن واحد العدد ديال المدن وإشكالية كاين اللي كتباع من داخل وكاين
بين المفوض او شكل من اشكال اللي هو الالتيرناتيف يعني البديل على السفير الحالي هي خطوه اولى ان هذا المنفق هذا نرتقي به. اكيد انه غادي السفير المفوض وحده ما غاديش يحل المشكله من بعد. على اساس انه دائما هذا التلازم ديال التدخل ديال الجماعه والسلطه غير تلائمه مع لان وجود ديال هذا المرفق هذا خصو في المقابل تعيدوا المستندات السياسيه اللي لا مجال لها نفعل في اطار النموذج البديل باش يبقاو استمراريه في الفتره الوطنيه. ولو قلنا انه تحل المشكل ديال الاسواق ديال الاسواق ديال الاسواق الاخرى راه كتكون متداليه الموازيه على اساس انها تصب في انجاح الدور ديال هذا المرفق هذا. ودائما تنقولوا انه في انتظار تنزيل ديال هذا البديل هذا راه دائما التعاون فرص بارير باش ما تاخذوش المسؤوليه نقولوا هذه راه ديال السلطه وهذه ديال الجهه. حنا كنا في هذا القاعد واعون اي مبلغ على اساس ان هذا المبلغ هذا بيدنا كامل يا اما كنفتحوا فيه كامل يا اما كنفتحوا فيه كامل. كل واحد انطلاقا من قناعه ديالو ومن النشاط اللي يقدر يدير على اساس اننا نمشيو